مرحبا بجميع مشاهدينا الكرام من مكان وين ما تواجدوا. عدد جديد وحلقه جديده واسبوع جديد من برنامج كوفي تايم. مسيناكم بالخير يا كامل مشاهدينا الكرام اينما كنتوا واينما تواجدتوا. انا قبل ما نبدا نرحب بكم ونرحب جميل تيمينا. هنأ جميل تيمينا ونهنأ كامل الشروقيين بعيد ميلاد الشروق. قناه كل الجزائريين البارح في 19 من مارس ذكرى جميله جدا اللي هي ذكرى تاسيس قناه الشروق بالتزامن مع عيد النصر. واحنا دائما في الانتصارات دائما في الابداعات. 9 سنوات من الابداع، 9 سنوات من اتقان العمل، 9 سنوات من الاجتهاد والمثابره، وما زال المزيد والمزيد والمزيد ان شاء الله. قناه الشروق دائما بما انها قناه كل الجزائريين تطمح الى ان تكون دائما في الرياده، واحنا نقول نفتخر دوما اننا في هذا المنبر وهذا الصرح الاعلامي الجميل. و 9 سنوات من البريق، 9 سنوات من الرياده، اليس كذلك؟ يعطيك الصحة أولا، صحة عيدك أنت ثانيك، وصحة عيد كل الشروقيين. أنا بما أنه جيت أنا الوافدة الجديدة على قناة الشروق، يفو سافواغ كو أنا جيت من شهر الديود الأخر كما يقولوا تاع الشروق. أنا هو الباب الأخراني تاع قناة الشروق. دونك خليني نقول لكم أنه من شهر سبتمبر حتى لهنايا كنت جد تشرفت كثير أني عملت مع الشروقيين، مع الصحفيين، مع التقنيين، ومع العديد من الأسماء اللي أفون كنت نعرفهم غير برا كيما ياسر دايوغ. ومن بعد هذيك حبت أشياء الاقدار كما يقولوا باش نخدموا مع بعض. شكرا لكل واحد كان هنايا ولكل واحد عطانا فرصه وفتح لنا بابه من اجل ما نكونوا حنا كشباب لهنايا في هذا الصرح الاعلامي. في كل خطره كيفاش يقولوا نيشانج معاكم انتم مشاهدينا، وثانيك ديما رانا هنايا من اجلكم بطبيعه الحال، وربي يخليكم لينا وربي يخلينا ليكم كذلك. دونك ربي يخلينا لبعضنا، ربي يخلينا لبعضنا اكيد. دونك تحيه لكل صحفيين، لكل تقنيين اللي راهم معنا على قناه الشروق. كما قلت انت 9 سنوات، 9 سنوات انا في هذيك الساعه كنت نشوفها في التلفزيون، ومن بعد كي التحقت بالتلفزيون وراني ممبر منكم انتوما. دونك دوكو مساء الخير عليكم مشاهدينا مره اخرى اينما كنتم وحيثما وجدتم. نطلع عليكم اليوم باش نفكر لكم بلي غدوه سي ديمونش. دونك اليوم السبت اكيد 20 مارس 2021 في عام جديد، ونطلع عليكم اكيد باش نجوزوا معاكم زوج سوايع كيما لازم الحال مع ضيوف كيما عودناكم في كل خطره، يكونوا شباب، يكونوا من خيره المجتمع هذايا، باش نبينوا دائما انه عندنا ناس اللي راهم هنايا، الناس تعمل، الناس فيهم اسبوار، ناس اللي يقول لك اوني لا ما نستناوش يمدوا لنا، مي حنا نوضوا ونمدوا. دونك فوالا. وكما جرت العاده منا دائما نعطيهم سؤال تفاعلي اللي من خلاله نتفاعلوا معاهم عبر الرقم التفاعلي تاعنا الظاهر اسفل الشاشه اللي هو 023 70 92 94. وسؤالنا التفاعلي نهار اليوم يقول: الذكريات الجميله حين يغيب من شاركنا بها تصير مؤلمة، هل أنتم مع هذه المقولة؟ خليني فقط ندير تعقيب بسيط لأنه البارح كان ذكرى تأسيس قناة الشروق، وتعودنا وتعودوا كامل الشروقيين على تواجد الأستاذ الراحل مؤسس هذا الصرح الإعلامي الأستاذ علي فضيل رحمة الله عليه. كان في كل مرة هو يكون هو زينة الحفلة، فلما ما يكونش حاضر في حفلة فأكيد راح تجيك ذكريات مؤلمة. هذا من باب عندنا في العمل، لكن من أبواب أخرى يمكن أنه كاين الكثير من الأمثلة يقدروا يفيدونا بها الجمهور المشاهدين الكرام اللي راهم يتابعوا فينا. قولوا لكم اتصلوا بنا وكتفوا اتصالاتكم عبر الرقم تاعنا التفاعلي الظاهر أسفل الشاشة اللي هو 023 70 92 94. يلا أعطيونا اتصالاتكم وأراءكم وانطباعاتكم، رانا مشتاقين ومتشوقين باش نتحدثوا معكم أكيد. أنا وزميلتي منى في هذه الأمسية. عندنا اتصال إكرام ولا مازال؟ لا، على عندنا اتصال؟ عندنا اتصال. لا ما عندناش اتصال. اذا مازال دخلتوا علينا راهم يتفكروا في لي سوفونير. راهم يتفكروا في لي سوفونير. يلا انا تفضل نديروا تران ونعاودوا نوجدوا. دونك عندنا في كل مره في التراند تاعنا اللي يهم مواقع التواصل الاجتماعي، اهم مواقع في مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا اول خبر وفي طبعتها الخامسه، فريال والدي تفوز بلقب مسابقه
ولدالي نطقتو شغل بالفرنسي مع ولدالي. فريال ولدالي تفوز بلقب مسابقة مزامير داود لحفظة القرآن، ونقول لها يعني من بين الناس اللي دائما يشرفوا الجزائر، وفي هذه المسابقة اللي دائما تسلط الضوء على الشباب، على خيرة الشباب الجزائري اللي هما حافظة للقرآن، وحنا نتمنوا أن إن شاء الله نكونوا كما هما. لما لا، هذه المسابقة اللي صارت عندها رواج كبير من هنا من منبر قناة الشروق، ولا عندها صدى كبير حتى خارج الجزائر، حتى في المغرب العربي وحتى في المشرق العربي يعرفوا مسابقة مزامير داود، ورانا نشاهدوا في الفيديو. الجميع تكريم الفائز بلقب مزامير داود في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد بين عجاج فيصل من تلمسان، وأيضا حليمة بلكحل السعدية من مستغانم، وفريال ولد الدالي من ولاية المديع. أذكركم فقط مشاهدي الكرام أنه في الطبعات السابقة الأربعة تحصل على اللقب رجل، لا نسميهم الرجال، دائما الرجال هم من يتحصلون على لقب مزامير داود. فهل تصنع النساء الحدث في هذه الطبعة؟ نجم مزامير داود للموسم الخامس، وعلى غير العادة هذا الموسم إن شاء الله، فريال ولد الداني، ألف مبروك. لأول مرة في مسابقة مزامير داود تتحصل على اللقب بنت، ألف مبروك. يطيب القلب من لقياك، ترف العين من رؤياك. مزامير داود طابت في لقاه، يا بشرى يا بشرى. تلقى الصحب في نجوى من الأدنى إلى أقصى لحفظ الآية. إذا كان هذا يعني تتويج فريال ولدالي ب بالجائزة. كنا نشوفه في الصور أنا ومينا نفس الشعور متبادل، لحمك يشوفك تشوف مثل هذه اللقطات ومثل هذه الصور الجميلة والجميلة جدا، خاصة لما يكون التتويج هو تتويج بكتاب الله حفظة القرآن الكريم، الكتاب يعني حاجة أكثر الغلاء في عندنا وفي قلوبنا، الكتاب المقدس كتاب الله. كذلك نرجع على سراج الدين سالم الطفل المكفوف اللي هو الآخر، كان توج بلقب المراسل الصغير، دونك يعني فخر ولي ساما ماركي لو بلوس. كانت معاه زميله ريما رازم وكانت حكمته، وكي قالوا اسمه يعني انا جاري با بارلي كيفاش مسكين بدا يصوتي كومون دير فريمون فوالا كوا تغيب لك الكلمات باش تعبر في مثل هذه اللحظات، يعني فريمون حاجه اللي يعني الطفل صغير لما يفرح بمثل هذا يعني فرحة كيما هذه بريمو. عندوش البصر لكن عنده البصر. ساعتذر منكم مشاهدينا الكرام، سامحوني ما كنتش حابه لا غالب كيما يقولوا غلبتني نفسي، ولكن باش تشوف طفل كيما هذاك عنده كامل هذاك الشيء وعنده سامحوني كونترول سامحوني سي بون سامحوني. نروحوا للخبر اللي بعده، انا راح نحاول نتمالك نفسي شويه. يلا تفضل. نروحوا للصوره المتداوله من وهران، وشخص لم يرد بيع مسكنه فقرر المرقي العقاري ان يحشره في جهنم الدنيا كما راكم تشوفوا، يعني المساحه صغيره بين وبين العمارتين. ف يعني انسان ما فيهاش عيب انه ما حبش يتنازل على البيت تاعو اللي هو حقه وحقه الشرعي، هو راه شاري بدراهمه. فمثل هذه التصرفات اللي نشوفوها من عند المتصرفين العقاريين ولا من عند لي زونتربرونور اون جينيرال، انسان اللي ما حبش يبيع بعدوا عليه وخدموا لي باتيمون تاعكم، ديروا لا ستركتور تاعكم كيما حبيتوا، بصح ما تاذيوش الناس، ما تخليوهش دوك تطلع عليه غراتسيال وهو عنده بيت صغير، فدوك يولي
تولي الظلمة عليه، يولي بزاف أمور كما رانا نشاهده في الصورة. يعني هذا أمر عيب أن يحدث في الجزائر، ومن المفروض أن السلطات في مثل هذه المواقف تتدخل وتشوف حل سريع لمثل هذه المواقف كما راكي تشوفي مينا. يعني الصورة ما عندها فكمون دير، ما تلقاش واش تقول، فوالا عاديه. يلا نروحوا للترند الاخير على ما اظن، ونتكلموا على المحكمه اللي تمهل منى صابر شهر لسد المبلغ المالي المطلوب لابنتها حاله ترك. حاله ترك اللي كان دارت حاله على مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر هدايا اللي لقى سخط اعلامي كبير، دونك بعد ما قضات امها ولا لاتاكي اون جوستيس كاريمون. يعني الوقت تبدل، من جهه نهضروا على واحد اللي ما عندوش البصر وربح كي على يلا مانيش حابه نعاود نطيح في لو ميم بياج باش فوالا، في حين انك تلقى الناس يجريو مور المال. نشوفوا الفيديو مع بعض مشاهدينا. الحكم طلع سجن مع نفاد، سجن سنه مع نفاد. هاي هي هذه تعيد الام. مش عارفه كيف احكي لانه انا مصدومه، ما كنت متخيله انه راح يكون الحكم اللي صدر علي انه انا انحبس سنه، وانا مش عتلانه هم قد ما انا عتلانه هم عبد الله، لانه عبد الله يعني مسؤوليه. يعني أنا مسؤوليتي كأم كثير يعني بضايقني هذا الشيء، لأنه عبد الله ما صدقته إنه أنا يكون نفسيا ودراسيا وكل شيء يكون هو كأنا أم بشوفه إنه أنا هلا هو صار أحسن من قبل. والكل شاف قديش عبد الله تغير. انا كثير مبسوطه بالدعم اللي انتم دعمتوني اياه، اذا مشاهدينا كما كنا نشوفوا في هذا الفيديو اكيد هو مؤثر ومعبر. ونروحوا للترند اللي بعده، ونتكلموا الان على الفلوس، وما زلنا في الفلوس والحكم بثمان سنوات سجن وثلاث اشهر للسجن على سارق مبلغ 175.830 باوند باستخدام البطاقه المصرفيه لرياض محرز. نقولوا باللقاء. يعني الجزاء هذا هو جزاء السراق، ما عندك وين تروح، سيرتو في بلاد اللي كلش فيها نوميريزي. اكزاكتومون، هي توجور لا تخاسابيليتي، دونك لا تخاس تنصاب تنصاب دون مانيير او دون اوتر. دونك رياض محرز مسكين قاستو العين كما يقولوا، قاستو العين قاستو العين. دونك ديكو كان هذا اخر خبر لينا، ولا اخر ترند لينا مشاهدينا. جينجل وراجعين. مازلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، وكما قلنا لكم في سؤالنا التفاعلي تاع نهار اليوم، شاركونا على ذكرياتكم الجميله اللي شاركتوها مع ناس وربما كي ما ولاوش حاضرين معكم، ولات ذكريات مؤلمه. فمن خلال الرقم التفاعلي الظاهر اسفل الشاشه اللي هو 023 70 92 94، بامكانكم الاتصال والتفاعل معنا انا وزميلتي مينا طيله الحصه تاع نهار اليوم اللي اكيد رايحه تكون متنوعة. في انتظار اتصالاتكم. اكزاكتومون، يلا احكيوا لنا، قولوا لنا، ما تحكيوناش غير على الناس اللي راهم في الحياة وفارقوكم، ماذا بينا تحكيوا لنا على بزاف عفايس، ماذا بينا حاجات كذلك يكونوا ايجابيين بطبيعة الحال. حبنا ولو نرسموا بسمة على ناس اخرين راهم يشوفوا فينا، لكن هذا راح يكون بعد الفاصل. عدنا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل الاشهاري القصير، وما زلنا متواصلين معكم انا وزميلتي مينا، وفي الفقره اللي يدخلوا فيها الضيوف المتميزين المتميزين على باليش علاش لساني راهو يحصل اليوم
المهم ربي يجيب الخير. أو الصلاة. خلي زميلتي مينا هي اللي تعرفكم بالضيف تاع نهار اليوم. يلا مشاهدينا كيما عودناكم في كل خطرة يكون معنا ضيف أكيد، وإحنا نحبوا فئة الشباب كذلك، إحنا نحبوا بزاف فئة الشباب لأنه يسون بلان دو يسون بوغي دو تالون. يلا خلينا نقولوا هكذايا وخلينا بلا ما نزيدوا عليها، نختار نروحوا للفن القبائلي ولا نروحوا نتكلموا على اللغة الأمازيغية اللي كذلك فيها ديجا اللي راهم يعملوا عليها، راهم يديروا ميوزيك بلوتو مودرن فيها. إيبا في هاد العشية راهو معايا دامسل، أهلا أهلا أزول فلاوي. أزول فلاوي أزول فلاوي، ميرسي بور سيت انفيتاسيون. إيبا شوي بيان أريفي صعب الحمد لله. تيجي ألجي مش فلاوي صافا لاباس والله راني نعرف نهضر قبايلي. أوا بيان أوا بيان سي بون قبايلي، هذا هو القبايلي ماشي تاع الصح، هذا القبايلي ما يهضرش قبايلية كومام. نو نو صافي بليزير كومام. يعيشك مرحبا بك معنا. دونك قبل ما نبداو نتكلموا، شكرا اكرام يعطيك الصحه. قبل ما نبداو نتكلموا دونك مادام راك هنا ما جيتش بيدك فارغين، عندك كان كليب دونك لو بروميير في تا كارير سولو اون فا دير كي سابيل مالاليز. مالاليز نروحوا توت شويت نديكوفريو. ان شاء الله ما نبقاوش مالاليز، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يلا توت شويت مالاليز وراجعين. يلا كنا شفنا مالاليز لو تو ديرنيي تاع دامسيل دونك فوالا كنا ديكوفريناه اي باللغه الامازيغيه. سكي بوزيتيف بالك في الحكايه سي كهنا شفناه باللغه الامازيغيه، لكن دامسيل الى في لا تراديكسيون ولا دار الترجمه تاع فوالا. دونك تفضل. جو باس ان ابيل بور تو لي كابيل جون سي بيان دو فير لا تراديكسيون سي بيان. بوركوا؟ باسكو بالقبايليه توشي غير القبايل. نضرب بين تيزي وزوف كايس بويرا شويه تاع فوالا بجايه. بصح كي دير لا تراديكسيون كيك سوا عرب ولا العرب لازم نديرو شويه تراديكسيون. سا سي اون فو دير لو بوت تاعك سي دو توشي لارج بوبليك. اكزاكتومون اكزاكتومون، فو يلارجي لو بوبليك، فو يلارجير سي بيان. دونك اون فا بارلي دو تا كارييغ. دونك راك سو كنا بين ثلاثه، كنا انا الياس ياسين. لي شومور وي لي شومور كابيل. لي شومور كابيل اكزاكتومون. مازال لي شومور حتى دوكا ضربوا لنا صافا مي صعاب وصلك تخدم تبوزي. لا لا في شروق بيان او بيان. خليني انا كي قال لي شومور تفكرت باللي شغل هكذا ويشر لي على حاجه اللي مازال ما راحش. ندير لك قهوه ولا ما ندير لكش؟ بيان سور ندير لك قهوه. عطيتو شويه عليا كوميم والله ما رطاني سما تعديرات. دير القهوه نوض خليني انا تقصر مع الروح ندير القهوه. شحال ندير لك سكر؟ دير ثلاثة. ثلاثة سكر؟ ثلاثة. أي بارفي. دونك بديتوها بلي شومور كابيل. حتى جات ليدي باش تفورميو الجروب تاعكم اي تو سا. سافاك انا نهضروا على عفسة فاتت وراحت سي بون. سي فري مي سيتي سبونتاني سيتي سبونتاني. اونيتي دي زامي افون. دي زامي نديرو قعدة هكذايا في الحومة ما جيتار موندول. وكنا موالفين نديرو دي بارودي. بارودي تاع الموسيقى. فوالا. دي شونسون تاع سليمان عازم تاع يدي تاع ايتمن قلت تاع لي زونسيا ونديرو لا ميز اجور. لا ميز اجور تاع 2017 2018 داكور فوالا رايحه شويه في ليمور. خدا اي دون تو سا كيفاش حتى صرا وين لو جروب هذا؟ بس نعرفو توجور ليستواغ تاع دي جروب يبداو. يا ميم دي جروب كي فا ان سوكسي فو ومن بعد هذيك بح كل واحد يروح في جهه. انت يا راك قلعت في اون كارير سولو، لي زوطر واش حكايتهم وكيفاش وعلاش وقتاش؟ لا لا سا اغيف سا اغيف. En fait, ce n'est pas une séparation de machakel ou une dispute. Là, là. C'était juste à des dernières. Et genre, Bladim qui a avancé dans la vie, j'ai eu des projets, j'ai eu des autres projets. Par exemple, mon ami, il est à l'étranger. Et Yassine, mon ami, il est à Khaddam. Je vois qui m'a des groupes, qui m'a Babylone. كان اون جروب تفاكو كاين فريك لاين كاين بزاف هكذا صاريف صاريف نورمال تخي بيان جينيال. دوك انت من هاد الطريق خيرت انك ما تحبسش وانما تكمل في لا ميوزيك تاعك. اكزاكتومون. اي اون فوا دو نو جور ما كانش ان كرون نومبر تاع لي جون لما يغنوا القبيليه. كي نهضروا على القبيليه نهضروا على القبيليه مودرن كيما شفنا مع مالاليس باغ اكزومبل. يا دوتر ارتيست مي يتحسبوا على اليدين. سي ا بروبو دو بوبليك سي ا بروبو دو بوبليك. كي تغني انت بالقبايل بالقبايليه جون راك في الريسك. تغني غير في القبايليه تريح غير بالقبايليه جو فوا. اي بوكو دو جون كي فون سا كي فون جون يكون قبايلي يغني بالحب نسمع القبايليه تو الموند جو
سي فاسيل افير. سي اوبجيكتيف نتايا يا مسام، حايب تخرج للناس يسمعوا الغنى تاعك. باسكو كي نهضروا على القبيليه تانيك نهضروا على الغنى القبايلي بصح عراس. وي سبيشال فيت. تالي ما كيسيون، وعلاش ما رحتش اللي فات نتايا؟ بالك كون كان راك درت اسم ولو كان راك تعرف اكثر. والله اون بليس اون بليس انا ندير العرس، ندير العرس. تخدم العرس. لا انا. لومبيونس. طول طون، طول طون لومبيونس. C'était un choix personnel là, je savais pas, je sais pas pourquoi. Genre, parce que c'est un style déjà, nous voyons voilà. Les jeunes. Merci. Aïe, arahaï. هذه شوفي باش تشوفي مينا باللي سما بسم الله. يا رب تشتيها الله يسلمك. مختصر الجهد وما نوضش زوج خطرات. دوكا وجدت القهوه الثانيه الانفيتي تاعنا الثانيه اللي رايحه راهي حاضره معنا وراهي واجده واش يخرج العروسه من دار بوها بصح. وش يخرج الارتيست كي تكون توجد باش تقابل مشاهديها الكرام ولا متابعيها فاحنا دوك نستقبلوا بعد قليل اسمتها من اللي راهي حاضره معنا حاضره راهي هنا غير في الكونترول يلا اكرام بعثيها لنا جي قولي لها تدخل عايزه يا ماما سي بون عايزه يا باك ستو يكونوا لابسين صالون اي لحظه عسلامة 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 أهلا لاباس تفضلي تفضلي القهوة تاعك راهي واجدة دونك مشاهدينا كما راكم تشوفوا راهي حاضرة معنا الآن في هذه الأمسية أسمتها هامي كذلك فنانة اللي كنتوا شفتوها وشاهدتوها من خلال ألحان الشباب طبعا 2015 تبع السادسة إيوا مرحبا بك تكون في تايم بور لا بريميير فوا ميرسي سي جونتي بون مرحبا بيا عندكم ومرحبا بالمشاهدين الكرام اللي راهم يتفرجوا فينا صافي لونتون لي ما بنتش و دوما حنا نهضروا على الغيبة هذه فوالا دروك ظروف يعني ظروف ابار الكورونا سي بو حط لك الكورونا اللي تهضر معايا يقول لك الكورونا بوكو بيس كورونا فوالا باسكو كيما على بالكم باللي احنا لي زارتيست هذه حياتنا حفلات بروغرام الكورونا حتى كلش داكا خويا انا ديك الكليب مالاليز انا حاسها مالاليز خذي راه ما تحكمكش رهبه المسرح ديري رشافات من قهوه الكافيستا الراعي الرسمي تاع البرنامج وقولي لي اسكو نعرف نطيب القهوه ولا ما نعرفش نطيب بصح اوكي داكا لا لا انا نمدلو انا نمدلو ويت شيرتيس صح ماشي هو اللي يطيبها هو عبد على القفله نو وي نو بصح شوف كاين طريقه الطريقه تاع التحضير تاع القهوه يا مشاهدينا راح ندخل شويه في الو شيف في الكرينو تاعهم ليفين كيف تكون تخدم في لاكابسول حط السكر في الكاس وخلي القهوه تعصر على السكر يعطيك الصحة شاف مخس ميرسي بوكو ميرسي جينيال يلا نعاودو نتكلمو فني نعاودو نرجعو للفن ونتكلمو على اسماء دوك اسماء مر الحن والشباب يا اودي كليب كنا شفنا دي تيتر اي تو سا ما حبستيش بالك هادو هما هذا هو لافونتاج تاع الحن والشباب هذا واش زاد لك الحن والشباب وي بيان سور الحن والشباب كيما نقولو هو نقطة الانطلاق فوالا انا مدتلي بزاف عرفتني على جمهور عرفتني على الجمهور الجزائري عطاتني كيما نقولوا اسم فني اي تو ابخي الحان وشباب ما حبستش جي ان البوم افيك شركه الانتاج اوغوستو وي وي داكور عندنا دنيا وعندك ماما دوز البوم نو نو سي دي سينجل فوالا داكور سي دي سينجل اوكي تري بيان فيه 8 شونسون وي فوالا هاتي هي جينيال تري بيان نعم مازال حاجه ما بيت تروح لها شويه فوالا روحوا لامثل اونتر تون صافا بابا واش خايف عطيها شويه لينا روحي روحي ايوا سبيشال فيت كابين ايوا جينيال اسكو انت تو ا بونسي دير هاد المسابقات الغنائيه كيما الحن والشباب تو سا والله جو في با تمونتير صافي 3 كاستينغ ايه كنت ا دو بي هكذايا نجوز اي علاش ما جستش سي با بالك خايف الكوليس خايف بالك حسيت روحي شي با بري بالك ولا 3 كاستين كنت تما كنت في لابيزون دو كولتور تاع تيزي وزو اي ما جستش المسرح عنده الرهبه تاعو نو انت تو ديسيدي باش ما تجوزش ولا شغل ديسيدي اه داك
داكور. جون نروح مع دي زابي ديالي هما يجوزوا انا نقول لهم ما تجوزش. ما تجوزش كاع. بصح علاش تبقى تحيدي في دامسين دونك كي تكون تاكل على روحك عندك اون فوا ان شاء الله شفناها من الكليب تاعك. Il faut tenter la chance. C'est vrai, oui. c'est vrai. Anna, à cette période-là, quand on a la chaîne YouTube, quand on dit comédien. Exactement. D'accord. Beaucoup plus comédien. Ça fait. Quand je suis hésité. T'étais comédien à la base. Oui, au début, quand comédien. Tu as fait le théâtre. Oui, ou... théâtre. En Haïla Turuk Diali, quand tu m'as amour Slami, quand tu as le théâtre à l'âge de 8 ans. Ça fait. Je dis le théâtre. Puis. J'imagine que Abou Foudoun. Oui, oui, Amar Slami, c'est un grand monsieur. Un grand monsieur. Ouais. Quand même. Oui. Et puis voilà. C'est l'hésitation. Kifash, عطيني هذيك النقلة النوعية هذيك. Kifash, من théâtre le chant. Donc, نقول لك أنا شكري. Bon, le théâtre, كما يقولوا. Abou Foudoun. Abou Foudoun. C'est ce que j'allais dire. Faire la musique, faire la danse, faire le lyrique. Exactement. La chorégraphie. C'est ça. أنا من théâtre, بديت نغني. مع la chorale. Et des fois, des personnages, تغني شوية. Des comédies musicales. Et bien, c'est grâce au théâtre que vous dites l'honneur. Exactement. Magnifique, magnifique. Yalla, Esma, qu'est-ce que je dis? لازم يكون عنده جديد باش ما يغيبش بزاف. في المطبخ يكون واجد. فوالا باش كيجي الوقت تكون كما قلت انت الطبخه واجده. فوالا يقدمها للجمهور. راني نوجد في حاجه دو توب. دونك نهضروا عليها هي على ذكر الجمهور ما لازمش ننساو الجمهور. وحتى المتصلين عندهم حق علينا وحنا عندنا حق عليهم ونستقبلوا اتصال او الاتصال معنا النهار اليوم نقولوا الو مساء الخير. اهلا مساء الخير. الو الو راهي تسمع فينا من التلفزيون جاب لي ربي دونك انا من دوك نقول لها غير نقصي التلفزيون لحطيه ميوت وسمعينا من التليفون. اهلا مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير. اخت مينا والاخ ياسر. نعم راكي عندنا وي معكم كيماني سهام سيدي سعيد تلمسان. الله يبارك تحيه لكامل الناس تلمسان. اهلا بك. اهلا بناس تلمسان. سيدي سعيد. سيدي سعيد. سيدي سعيد هكذا. الله يسلمك. الله يسلمك اخت مينا والاخ ياسر. الله يعيشك. نحبكم بزاف بزاف. انا داني فرحانه بزاف بزاف كي شاركت معكم اليوم البرنامج. مرحبا. صافي بليزيغ. الله يعيشك. صح شوفي انا نقول لك حاجه قلتها لك ونعاودها لك. وي تحياتك واصله. شوفي نقصي التلفزيون ولا حطيه ميوت وسمعينا غير من التليفون برك هكذا كي شاد التليفون. سمعينا من التليفون باش نقدروا نكومونيكيو معاك. داكور. اوكي راني معاك اخ. صح صح. دوكا انا رايح نسقسيك ديريكتومون. قلتي لي تحياتي ليزانفيتي اللي راهم حاضرين معاكم كل من دامسن واسما تهامي. دونك حنا رايحين نسقسيوك ابار اسما ودامسن قبل ما تعطينا رايك في الكليب تاع دامسان وقبل ما تعطينا رايك في اسماء اللي شتيها في الحان وشباب. دونك قولي للناس سؤال تفاعلي واش رايك فيه لا باز تاعنا. سؤال تفاعلي واش نحكي لك يا الاخ. ذكريات جميله حين يغيب من شاركنا بها مؤلمه. سافري اللي كان شارك فيها معنا فيها الذكريات اللي كانت معنا شارك سواء كان الاب ولا الاخ. بدون ان انسى ان لدي الوالد سليماني عكاشة تلمسان عاد كي مات ما عندهاش بزاف مليمات الله يرحمه ويوسع عليه حما عليك. شاركني اجمل ذكريات يا عمر. دموعك عزاز عزيزتي. دموعك عزاز. دموعك عزاز ودموعك غاليين. احنا نتمنوا انه ان شاء الله لا تكون ابدا الذكريات المؤلمه والكبيره. عكاشة كاع ما نكسرش. عكاشة عاد في بالي في قلبي. شارك معايا الحلوة والمرة. شارك معايا كل الغبينة تاعي في زواجي في مشاكلي في حياتي في كي كنت عزبة في كلش مانيش ناسيته جوسكا ما سالوني كي الحمقى عليه. ربي يصبرك عزيزتي. ربي يصبرك. هيبري ادعي له بالرحمة.
امين يا رب. وعلى بالك اخت مينا صافي لاطو انا نعيط لكم ما حكمتكمش. وسبحان الله كي جات هاد الذكريات الجميله حين يغيب ومن شارك انا بها مؤلمه شاركت سبحان الله ربي كتب لي والحمد لله ربي سبحانه بالك من هذا المنبر حبي ذكرك انه مازالوا حاضر ديريش بالك باللي حقيقه بالك راهم تحت التراب لكن الاسبري تاعهم مازالوا معانا مازال عايشين فينا كما يقولوا دوك تفكريه بالرحمه ودعي له في كل خطره صافي الله يرحمه ويسلمك 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 من الناس اللي راهم موجودين مثل هذا لن تمحى ولا تنسى الى الممات باسكو كان بزاف بزاف في قلبي وبزاف بزاف 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 صوالح ذكريات توعه بالحلوه بالمره وغبنته بزاف بزاف لعربي يسمح لنا ان شاء الله تلاقي به في هذيك الدار كما يقولوا امين يا ربي اخت مينا نحبك بزاف بزاف انا ثاني نحبك ونموت عليك بزاف بزاف الله يعيشك وبدون ما ننسى الاخت زهره والاخ ياسر ثاني اللي راه معاك ايه لازم يزحموني واش عليك واش عليك ما شاء الله يعجبوني بزاف تولي امبارح ما شاء الله ربي يخليك شكرا لك حنا ثاني كنحبوك بزاف بزاف الله يخليك الابتسامه تاعك ما شاء الله انت والاخ ياسر يعطيك الصحه شفتيها على المباشر يعطيك الصحه طول عمركم حشمتك ربي يخليك ربي يخليك ربي يحفظك ويطول عمرك انت والاخ ياسر والاخ زهره والمنشط الرابع بدون ما بلا ما ننساه اخ كريم ثاني أيوة. ما شاء الله عليه الله يحفظكم ويطول اعماركم ان شاء الله وانا فرحانه بزاف بزاف وجعل ربي رحمه ويسع عليه بعض تاع سليماني ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين وراني فرحانه بزاف بزاف كان سبحان الله العظيم يا ربي هذه يومين جاني احساس باللي شارك شغل جاني كلمه انا جاني كي خيال هكا باللي شاركت وهضرت معاكم وقلت لها ها سيدي راكي شاركتي اليوم قلت لها باللي قلت لك عندي اخت اسمها حنان قلت لها حنان راني تخيلت باللي هضرت معاهم قالت لي روحي قالت لي ما تبقاش تقديش تحكميهم زعما راهم بزاف الشعب الجزائري يشارك في البرنامج تاعهم وكلش وبليز يا فوا انا عيطت وما كانش ربي العالمين كتب لي مع هذا الموضوع اليوم اللي درتوه يا سيدي صافي بليزير وحنا فرحنا بك بزاف اليوم بالاتصال تاعك وان شاء الله تبقاي دائما وفيه لبرنامج كوفي تايم ولقناه الشروق تفضلي نهدي تحياتي لعائلة سليماني سيدي سعيد تلمسان زوليخة ماما زوليخة حنان أسماء سليمة خوتي كاع محمد ميلود عبد الرحيم الحبيب ما نساهمش كاع فاميلتي وهاني عابرة كي تحزن موت عليكم وطلبوا لي الرحمة إن شاء الله إن شاء الله ربي يرحمه الله يحفظكم طول عمركم وتحيه الضيوف معكم سمحوا لي بزاف ان شاء الله يعطيك الصحه جاني ارتباك كي راني نحكي معكم سي عادي جدا طلباتكم اوامر وحنا رانا هنا متواجدين من اجلكم من اجل ارضائكم واسعادكم دائما يا مشاهدينا يا اوفياء قناه الشروق العامه اوفياء برنامج كوفي تايم وخاصه الاتصالات لما يكون عندها فريمون عندها حاجه سبيسيال مثل هذا الاتصال يعني الناس اللي كانوا يتمنوا انهم يتواصلوا معنا وحتى قالت لك نامت باللي اتصلت بينا وختها قالت لها كيفاش انا وياسر على بالك اللي مزيره بالحنايا ما عندناش حياه زعما انا كي جيتي تهضري عليا كيف حسيت حاجه كبيره يعطيكم الصحه لالا بارك الله فيكم وحبكم هو اللي خلينا كل يوم نجي ونقابلوكم لهنايا وباش نشاركوا معاكم انا وياسر ولا زهره وكريم ولا كلنا مع بعض يعني هدفنا انه نرسم لكم الابتسامه على وجوهكم بطبيعه الحال فوالا وما زلنا متواصلين دوكا والجمهور تاعنا عنده حق على ليزانفيتي تاعنا باش يزيد يكتشفهم اكثر واكثر ونزيدوا دوكا مادام سمعنا لو كليب تاع دامسن دوكا نروحوا نسمعوا اسماء في حاجه اون بلاي باك قول لي وعلاش يلا الميكرو قدامك مريحة أليز أليز أنت أصلا ما كي مرتبكة غير قعدي كي هيلة قعدي يلا يلا دقائق ونسمعوا أسماءه هذه عاود نرجع لكم مشاهدينا من جديد بعد هذا الفصل الإشهاري والشي اللي أثار انتباهي في الفصل الإشهاري هو أنه قهوة كافيستار هو داير لبلاي ستيشن وأطقم من ذهب
انا ومين مامو اولى بهذا الجوائز مامو حنا دونك بعتو انا راني انتريسي بلاي ستيشن انت على بالي بلي تكوني انتريسي بالذهب وي الذهب حدايد الشدايد يقولك نداء الكامل تاع قهوه كافي صدق نبعثوا لكم بريه انا ومين نبعثوها لكم ونكتبوا فيها كوفي تايم تما باش تكون فيها شويه المعرفه هكذا وتبعثوا لنا ان شاء الله انا بلاي وهي طاقم الذهب فما ناس حق بلاي وكذلك اللي زين في تاعنا كامل اللي راهم جايين كل واحد فيهم راح يبعث لكم بريا على كل حال ما تقلقوش وكل واحد يكتب لكم باللي راهو جاز في كوفي تايم وعرف عرف كافيستا من خلال الكوفي تايم باسكو كاين كثير من الضيوف اللي كانوا معنا هنا واكتشفوا القهوه صراحه معنا قال لك القهوه هذه مليحه بنينه دونك المهم انا ما قصرناش في حقكم الراعي الرسمي للبرنامج ما قصرناش في حقكم ان شاء الله انتم ثاني ما تقصروش في حقنا ونتواصلوا مع الضيوف تاعنا اكيد بطبيعه الحال لولو اسماء اسماء خلينا نروح عند اسماء دوك نحكي لها لا بعد الحانو شباب كيفاش تم التعامل مع غوستو برود مباشره اسكو كان اتصال عند عميروش بالعيد مباشره ولا كان فيه وي مي قعدت ان بيريود وين ما درت والو أبخي ألحان وشباب كنت ندير درت تغني مع دي تغني مع الونسي مع ديوان الوطني للثقافة والإعلام نوجه لهم تحية ومع تاع الثقافة دي فوا في التلفزيون مي ما درتش سينجل ولا ألبوم اللي خاص بيا أبخي تعاملت مع غوستو نوجه لهم تحية ونشكرهم على نشكرهم على واش قدموا لي فوالا ايتو كيفاش كان التعامل في غوستو برود لانه نعرفوا انه الكاتبه وهبه بوديب تعمل على مستوى الانتاج في انا ما كان ليش شرف وما تعاملتش مع وهبه بوديب تعاملت مع مسيو توفيق عامر توفيق عامر وي ثم انا كنت من السباقين لغوستو برود إيه ان شاء الله علاش لا انا في المستقبل نتعامل معها طيب يا مادام نهضروا على لي برودكسيون عادوا لي دامسيل دامسيل كيفاش العمل تاع الكليب تاعك كان دو ماما لي هذا وين بديت كارير وحدك سولو اكزاكتومون اسكو كاين لي برودكسيون اللي تقربت منك ابري لو كليب ولا باز انكور اي كي تخدم سون بروديكتور ولا سون برودكسيون سي تري ديفيسيل Quand tu produis toi-même, c'est très difficile parce que avec la chanson, ça fait les paroles, la mélodie, coulisse, toi-même, et puis le clip, kiff kiff, genre, on a un des amis les Aounouni, tu vois, il y a que des amis. Comment l'idée du clip, qui fait cette jet d'Amsel? Très intéressant. Voilà, c'est ça. L'idée, ma jet je me l'ai dit à la base. D'accord. Mais je me l'ai dit à Sahbi Lounes, Chefa. اي فوالا سي لوي كي اللي خرج لي ديه هذه تاع الكليب سي لوي سي لوي تمام مادام نهضروا على الوناس دونك الوناس شافع اللي كان معاك في لا رياليزاسيون اللي كان بالك مع ليدي تاع لو كليب اللي بالك هو اللي بوساك باسكو او ديبي كانت عندك اون فيزيون تاع الغنيه كنت راح ديرها جوست في لي بارول اي لايك فوالا كنت راح ديرها بلي لايك اي من بعد هذيك نقول الحمد لله بان الوناس في طريقك الحمد لله والله انا هضرت مع الناس بوغ بون فيغ جوغ اون بوشيت باش نحطوها في يوتيوب جوغ لا مينياتور لا فوتو تاع لا شونسون قلت له والله جبت فلا هكذايا دير ان شوتينغ نحطوها مع ليريك اي بوي كي سمع الموسيقى قال لي نو امبوسيبل هذه نحطوها بلا كليب انا نهضروا على الناس والناس راهو حاضر معنا بما انه عايش في فرنسا عايش في الخارج حنا كنا تواصلنا معاه وعنده اون فيديو ليك انت يا دامسيل يلا Les zombies, Azul, Selem, j'espère que vous allez tous bien. Là, je suis venu vous parler de ma toute dernière collaboration avec le chanteur Damsel, la chanson Mal à l'aise, dans laquelle j'étais réalisateur et acteur en même temps. C'est vrai, c'est ma toute première expérience en tant que réalisateur de clip, mais je dirais que je suis satisfait du travail. Et aussi, je veux profiter de l'occasion pour dire quelques mots à notre grand chanteur Damsel, grand artiste, avec... Ourzdat, Adore. J'ai deux questions pour toi. La première question, Fahemni Kifesh, Ronia Kimahadi, t'as pas pensé à lui faire un clip. Fahemni Kifesh, Ronia Kimahadi, Mahmoud Jdila un clip. Adi, c'est la première question. La deuxième question, Habit Naraf,
مور ما تورنيت نتا في تيزي سا ابري كومبيان دو طون باش بعث لي لي اي اي حبس ديريكتومون في لا دوزيام كيسيون مون بروميييرمون على بالنا بلي سي اون سوربريز اي توجور لي سوربريز كوميتاي هادي مينا دارت لك لا سوربريز سي بون ميرسي مينا مي اون فيت سكي لي اون تران دو دير ديجا كيفاش تعاملتو في لو كليب كيفاش كان التعامل اونتر توا اي لوي في لا رياليزاسيون هو باسكو خدم كوم اكتور اكتور رياليزاتور اي رياليزاتور اوسي بصح علاش بون دوزيام كيستيون انا كونسونتري لك عليه علاش طولت ما بعثتلوش اي شوف سيتي بريفو انا تورني اليوم زعما تورنا دي سيكونس اي كي نولو للدار نبعثلو لي روش نبعثلو لي روش اللي كان عندي فوالا واحد كات ماتيار بروت فوالا حكم له دو جور علاه من فرنسا بلا كونيكسيون لا كونيكسيون دو جور دو جور اي بي فوالا سيتي هذا هو اللي حط شغل لو مومون بيتر بينا شويه باسكو كنا حاسبين لو طون حنا بوستينا لابوندونس بور لو 14 داكور كنا لو 12 هكذاك دو جور دو جور على لو كيف في فيديو ما بغاوش Rachid Jouzou, à cause ouais, de connexion, ouais, mauvaise ouais, connexion qu'on a. Exactement. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Pas grave. Le clip, voilà. Voilà, je disais que c'était la connexion. Après, là, je vais revenir à la question aussi. Là, c'est sa première expérience. Exactement. Ou là, c'est son premier projet en tant que réalisateur. Wunta, c'est ton premier clip en solo. كيفاش حتى فو دو خاطيكم ما نقولش خاطيكم سمحوا لي سي ان غرو مو فوالا الاذاعه المحليه بي بي سي كامل الناس اللي تقولوا باللي سي ديفيسيل دو فير ان كليب كيما سبق ان هضرت مع ان رابور ان جون رابور اللي كان معنا هنا في برنامج كوفي تايم قال لي باللي صعيبه لا برودكسيون اي تو سا قلت له باللي تقدر دير ان كليب بالتليفون سمارت فون تقدر دير كليب دونك هاو قدامنا ليكزومبل افيك ايفون 11 تليفون تليفون هذا كليب اللي فريمون سي دو لا هوت كاليتي 4 كا رانا نشوفو فريمون كاليتي اكسترا اوردين ميم سي راك تقول جو سوي شومور والدنيا اي تو سا مي بعدي كامل بون شومور هادي سا سدي شغل باللونغاج كورون تاعنا تاع 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 برا كيما نقولو مي بون سي لو بروميي با Exactement. Inch'Allah, كمل في هذا الريتم ما تمشيش كمل اخدم افيك تي بروبر موان حتى اللي يجي بروديكتور بوركوا با اللي يصدمك يزيد يسهل لك اسما كتبت لك انت زهرت لك خدمتي ديريكتومون مع برودكسيون سي سا ولو كان تكوني سون برودكسيون تو في كومون ديجا الالبوم جينيرالمون سي كلماتي والحاني بيان نقعدوا برك عند كلماتك والحانك قطعت كلامك بالعسل لانه عندنا اذان صلاه العصر يرفع على ما سمعنا في الجزائر العاصمه وضواحيها مزيد من الاجر والمغفره والثواب مازلنا نتواصل معكم مشاهدينا الكرام وباش ما نقطعوش السؤال اللي كانت من طرحاته على اسماء ونقولوا الاسماء مباشره تكملنا في نفس النقطه فوالا سيتي قلت لك الالبوم كان لا ماجوريتي تاع لي شانسون كانوا كلماتي والحاني بيان سور كانت عندي مساعده من عند مسيو توفيق عامر نقدم له تحيه تحيه كبيره لانه موزع فوالا وقف معايا ايتو ونتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله ان شاء الله فوالا هذه هي صح ولكن مازال لي حاسه حشمانه ما فهمتش علاش شربتي القهوه وريحتي ولا هي بنات راكي بيان هاي صح كي راكي بيان دوك نبوزي لك اون اوتر كيستيون اللي عندها علاقه بيان سور بالمجال الفني بعد الحان وشباب ما خممتيش كيما لي زوطخ تروحي المسابقه العربيه كاريمون سيما هذه وراها وراها بزاف عفايس بزاف عفايس كاينه حاجه اللي حتى واحد ما يعرفها غير لي بيرسون اللي كانوا معايا والمقربين يعني يلا اعطيني فوالا اني شاركت في 2017 طبعا الاخره تاع عرب ايدول شاركت في عرب ايدول
ورحت قبلوني في لي كاستينغ اللي هنايا ورحت للبنان باش ندير كاستينغ. ابري صرالي ان اكسيدون كيف اكسيدون اللي في رجلي اللي تقفل عليا الباب تاع لاسانسور. ابري من وراها ديريكتومون عاودت هبطت للبلاد وما كملتش وما جستش كاع في الشاشه ديريكتومون. شكون اللي كانوا معاك؟ ما هضرتش عليها، سي لا بروميير فوا اللي راني نهضر عليها. وي بيان سي لا بروميير فوا وما كنتش حايبه نهضر عليها. انت راك تعرف كيفاش تجبد مني. لازم دونك هذا ما يمنعش انه تزيدي تعاودي تشاركي مره واحده اخرى وبوركوا با تشرفي الجزائر، لانه اصوات كيما انت ولا امل سكاك ولا كنزه مورسلي ولا سويده بالشباب هما الاصوات اللي لازم تمثل الجزائر احسن تبديل خارج الوطن في المسابقات العربيه. مع انه نقولوا باللي هذه المسابقات ما رايحاش تضيف لك الشيء الكبير، بصح كوما رايحه تخليك تعرفي على الجمهور العربي تاع الجمهور بيان سور تزيد لك، باسكو كي راح تسمى العالم العربي كامل راه يتفرج فيك، تكبر المساحه تاعك تاع الجمهور. فوالا بيان سور سا ما في بليزير اني نزيد نشارك. شكون اللي شاركوا معاك؟ انا زيد اعطيني اسماء، انا ما نكتفيش غير بهذا السكوب، اعطيني اسماء اللي كانوا معاك في الكاستينغ اللي راحوا كاريمون لبنان، لانه نعرفوا انه الكاستينغ يقام هنا في الجزائر، يخيروا اصوات من الجزائر ومن بعد اسماء لي بري سيليكسيون يكونوا في لبنان. وي كان معايا عدلان فرقاني واحد، كانت معايا منال حدلي، كانت معايا حكيمه بولونجي ثاني ما جازتش، انا معايا منجد وادي ثاني، باسكو حنا تاع الحنوه شباب هذيك لاني كنا في ليكول وجاو داروا لنا كاستينغ في ليكول وخيروا منا اربعه وقيله وانا كنت بيناتهم. صح فوالا كانت ويتي عبد الرحمن وسي كنا اربعه سته كنتوا سته. ايا بغدادي فوالا نقدم لهم تحيه كامل، تحياتنا لهم كامل واللي كانوا الاغلبيه فيهم كانوا معنا ضيوف في كوفيتاي. دونك تسمى رانا فلاسيب جبدنا ندوروا فلاسيب. دونك كما شفنا كما عدلان فرقاني اللي ادى والى اسيومي في الظهور تاعو تما تري تري بيان اسيوري. مي الشيء اللي نستغرب فيه انا انه انت قلتي راكو سته، بالمقارنه مع 2014 كانوا 25 كونديدا راحوا لي بريسيليكسيون من الجزائر. ف مانيش عارف واش يرجع هذا الشيء لنقص الاصوات في الجزائر ولا لنقص المشاركين ولا نو احنا تاع الحنوان شباب كنا في سته. ابخي كاين عدلان فرقاني، سيتي كاين منصر عبد الله ولا من تبسة وسي راح لبنان، هذولي تلاقيتهم في الايروبور رحنا كيف يعني. كانت معنا الحدلي، كان اوسي كاميليا ورد تلاقيناها تما. فوالا كنا في 10 جو بونس في الاجمالي 10، بمعنى اللي راحوا منا من الجزائر سته. وي نو اللي طلعنا من هنايا منا 10 ومن بعد تسعه، ولقينا غير تما غير كاميليا ورد لانها ما كانتش عايشه هنا في الجزائر، كانت عايشه في الاردن، دونك تلاقيناها تما في لا كيسيون كي سبوز اسكو كاميليا ورد في هذيك لا سيتياسيون تحسب عليكم ولا على الاردن؟ لا تحسب على الجزائر. تحسب على الجزائر بما انها جزائريه. داكور دونك كي تروح تمثل على حسب انها جزائريه. داكور تري بيان، لانه حتى الجزائريين عندهم الاحقيه انهم يشاركوا المقيمين في ديار الغربه يشارك من فرنسا ولا من اي بلد اللي يقال فيه الكاستينغ ويروح ويمثل البلد اللي يحبه هو. وي كيما دو فويس فرانس، كيما عربز جود تالنت، كيما كاين اوسي امريكان جود تالنت. بيان سور تمثل لي زوريجين تاعك، هذه المزدوجين الجنسيه. بيان سور الجنسيه تري بيان. دوك انا عندي واحد السؤال، كي نتكلموا على الحلوه شباب ولا نتكلموا على الشباب اللي يظهروا فيها، سي فري كو كاين اللي يلحق لا فينال تو سا يتكاليفا يروح بعيد تو سا، وكاين اللي يخرج بيان افون، مي البروبليم كي سباس سي كمام اللي يربحوا ما نزيدوش نشوفوهم بزاف بالظهور اللي لازم يظهروا به، ولا تلقاهم سارتان يلاش، كاين عباد يديروا نوت كارير تو سا، علاش؟ وي البروبليم سيتي الحنوه شباب هي اللي تعطيك هذيك الدفعه
باش انت كي تخرج ابري الحان وشباب انت اللي تخدم على روحك، ماشي الحان وشباب اللي راح تجيب لك اللي راح تجيب لك الخدمه وراح تجيب لك باش تسني دي كونطرا تاع خدمه ولا تجيب لك باش دير دي سينجل ولا دي البوم. لازمك انت اللي تسعى، هي مدت لك الاسم، مدت لك شهره في الجزائر، ما نكذبوش على رواحنا، قدمت لنا بزاف ايتو، مي ابخي الحان وشباب لازم انت اللي تحرك على روحك، ماشي تقعد في الدار تربع يديك وتقول انا لازم يعيطوا لي، ولازم انت اللي تسعى وانت اللي تتحرك شويه، تنشط تنشط على بيه على بالنا تنشط والله تنشط فوالا حنا ثاني كم نشطوا ثاني لازم نشطوا كذلك نشطوا باش نشطوا نروحوا الفصل الاشهاري ونعاودوا نوليو يلا عودة مجددة لكم مشاهدينا أينما كنتم وحيثما وجدتم، مازلنا متواصلين معكم وضيوفنا كذلك لهذا لحقتوا بنا ولا التحقتوا بنا، نقول لكم مرحبا بكم، مروا معنا كل من دمسال وأكيد على بيل فوا فيمينين أسماء. دونك كنا تكلمنا على ليكسبيريونس تاعك، تكلمنا كذلك على دمسال. دمسال قالوا لي كاين جديد ثاني حيكون دو كابيل قناوي، كيفاش هذا كيفاش هذا الكومبينيشن؟ ما تحسبش راسك هنا كاين كاين كيفاش خممت دير هاد ليدي كوا خلينا نقول داكور جو تيكسبليك. انا كي دوكا كي حبيت ندير الموسيقى جو فيغ ان اوتر تريك جو ان اوتر ستيل، حبيت نجيب جور ان ستيل جامي في اون كابيل، دخلوا جو نقول لهم باللي القبائليه دير بها كلش نورمال سي فاسيل سي با كومبليكي جو. Et puis voilà, là il y a Gnaoui, je pense c'est pour la première fois Gnaoui en Kabyle. Je pense que ça, ça va m'amener. Racontez-nous le déclic de fusionner le Kabyle avec le Gnaoui. Et c'est difficile quand même. Ben parce que je m'aime beaucoup le Gnaoui, je m'aime beaucoup le Gnaoui. Et ben je me suis dit pourquoi pas tenter la chance. Kabyle. Voilà. Et donc alors la nouvelle génération. Faut tenter des nouvelles idées, tu vois. Des anciennes idées, c'est bon. T'as l'homme des anciens qui m'a aidé à faire une liste, mais qu'elle est l'arcoa à la meilleure pour l'universel. Et puis pourquoi pas nous, la nouvelle génération des Rohadjas, pourquoi pas? Oui, voilà. Exactement. Et donc, c'est modernisé. Je pense les studios de Tézé Ouzo, la FEF, et place à Kainin, juste, l'azim qui est à Dharma, l'arrangeur. لازم انت تقول له كيفاش راني حاب الموسيقى، ماشي هو اللي يقول لك. فوالا يا ترو جون كابيل، فوالا اون كابيلي كي فون سا، جون يدير الموسيقى ديالو هكذا، يا جوست ميلودي وهو اللي يدير لي زارونجمون. لي زارونجمون بالك ما عجبونيش ولا كيفاه، سي سا لو سكري. انا كي بديت هذه الاغنيه هذه قناوي شت سي بون ما سمعها حتى واحد بيناتنا، واحد 45 مليون جزائري. هذا ما كان با فوالا. خدمت مع لارونجور، خدمت مع اسماعيل خالدي فوالا، عينا شويه معاه. اي خدمه لازم تكون ناجحه، لازم تتعب فيها. وحيكون كليب، راح تكون ان شاء الله كليب، مي ابري رمضان ان شاء الله. مرمنا ان شاء الله مليحه كتكون مع لا فيت دو لا ميوزيك، ان شاء الله ان شاء الله باش جوج ديريكت مع ليتي في فوالا باسكو تاع امبيونس. هذاك هو واش يعاون الفنان اكزاكتومون الصيف فوالا. بون حنا اللي ضيق الوقت، حنا ماذا بينا لو كان هضرنا بزاف، لا هضرنا قضية هضرنا ماذا بينا كنشوفوا اسماء ودامسل اللي تقدر تدخل معايا لو كان بالقبيليه. شوفوك حاجه بينا حاجه ولا كابيلا هكذا واش تيبا بدا انت اعطينا استخبار اللي جا هو يزيد يعطينا استخبار لا يربح. انا مادامني انا من الشرق حبيت نغني حاجه شاوي. يلا فازي انت شاوي وهو يدخل بحاجه قبيليه. هيا وياي قالت هيا يا قلبي الابيض ويا
هي والناس تكاحل فيها يا تكاحل فانا وخيالنا وخيالنا ليا يا وخيالنا وليا هي وانا ليا يا وردوا عليا هيا يا 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 هيا يا 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 حبيبي ردوا وصوب رش رش بعد سحابة صوب رش رش بعد سحابة وبعد سحابة صوب رش رش بعد سحابة أخويا ما جاش ساكن عنابة وساكن عنابة ويا هلالي لالي يما لالي 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 يما لاه لالي لالي يما لالي 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 يما لاه لالي لالي يما لالي 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 يما لاه لالي لالي يما لالي 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 يما لاه ايوا والكبه انا واش عجبني دامسيل ديريكتومون ديريكتومون الوقت ما بقالناش بزاف باش نختموا البرنامج تاعنا تاع نهار اليوم دونك ان مود فان بور توا اسماي بور دامسيل نشكركم على الاستضافة تشرفت باللي راني كنت حاضرة معاكم وتشرفت بوجودي في عند المشاهدين في ديارهم عبر تلفزة الشروق فوالا اي صافي بليزير خويا دامسان بون كوراج تستاهل ميرسي بوكو ميرسي ياسر صافي بليزير اللي كنت معاكم Voilà, je passe un salut pour toute ma famille, voilà, ma petite famille, ma baba, ma petite soeur, et mes amis aussi, la Manaya, Yasmin Dadi, Lassi. Et puis voilà, tous les abonnés sur Insta ou sur YouTube, nous voulons oublier Blabikoum, Madame Koulouelou. Ah oui. Voilà, nous avons besoin de ça. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir quand même. Voilà, nous avons quand même une belle chambre de ma mère, le Khouya. Mon père, la famille, mes copines, et voilà. Wissam, Amina, Amina, Kawi, Saïda, Hasna. نقولكم نحبكم بزاف كلكم وثاني الناس اللي شجعتني وقفت معايا من البدايه تاعي نقدم لهم تحيه ونقول لهم ميرسي بوكو فور ديسيزيون تاعكم وان شاء الله نكون ديما عند حسن ظنكم يعطيك الصحه ميرسي بوكو شكرا حنا ثاني كنقول لكم مشاهدينا الكرام يعطيكم الصحه اللي قعدتوا معنا في هذه الامسيه تحياتنا ليكم وشكرا للفريق اللي كان عامل معنا في هذه العشيه من فريق الاعداد الى كل الفريق التقني موعدنا يجوز معكم غدوه ان شاء الله ما شاء الله بيان سير وانا نعاود نرحب من جديد بالتقني والمصور البارع والمحترف عبد الباسط اللي عاود التعب بعد غيابه عندي شحال ما تلاقيتوش دونك نقول لكم مشاهدينا غدوه ان شاء الله نلتقوا بكم في نفس الموعد في نفس التوقيت.